رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل مكفيين بحلقتنا لليوم. شفنا بهي الكارثه اللي حلت علينا قديش فعلا كنا كشباب سوري قادرين انه نقدم وقادرين انه نعطي. في ناس تفاجئنا فيهم انه كان في عندهم الهمه واللهفه والنخوه لحتى يعطوا، ويعني كان الحب وكانت المساعده وكانت الروح الشبابيه موجوده بين كل الناس، كنا كفريق واحد عم نشتغل يعني من أقصاها لأقصاها، كان كل عم يشتغل. لكن كان في فريق أيضا على أرض الميدان كان بطولي شغله من أول لحظة بالكارثة، هو عم يشتغل، هو فريق الأمانة السورية للتنمية. لنحكي عن آلية عملهم ولنحكي عن كيف كانت التعامل مع هي الكارثة. خلونا نستضيف معنا الأستاذ سامر الخطيب، وطبعا هو مدير منارة شباب الأمانة السورية للتنمية باللاذقية. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحكم. ألف الحمد لله على سلامتكم. ألف الحمد لله على سلامة الجميع، وإن شاء الله هيك الشفاء للمصابين المشافي، والله يرحم الشهداء اللي راحوا ويحفظ الجميع يا رب. أنا سامر الخطيب، مدير مركز شباب الأمانة السورية للتنمية بجامعة تشرين. ما بعرف بدكم تسألوني. أهلا وسهلا، شرف. أستاذ سامر، نحن اللي ما بنعرف شو بدنا نحكي، يعني الله يعطيكم العافية، لأنه فعلا الحكي شو ما حكينا قليل قدام تعبكم، شو ما حكينا قليل قدام هاي الكارثة. بس خلينا بالبداية نحكي شوي عن آلية العمل من اللحظة الأولى، كيف كانت الاستجابة لهذا الموضوع؟ هلا نحن كأمانة سورية التنمية، زلزال وقع الساعة 4:30 تماما، نحن الساعة 8:30 كنا متواجدين على الأرض. مع طبعا طلع خبر على شاشات التلفزي اساسا ايقاف جميع انشطه الامانه السوريه للتنميه بالمحافظات المتضرره، وتم وضع كوادر الامانه السوريه للتنميه ضمن تصرف منظمه الاتحاد الهلال الاحمر العربي السوري في المحافظات. فكنا نحن متواجدين على الارض مع يعني الهلال الأحمر، مع الناس المتضررة 100%. فبعد ما أقفنا النشاطات وكنا مع منظمة الهلال الأحمر، اتجهنا للعمل الميداني مع فرق الإنقاذ ومع فرق العمل الطبية. قمنا بفتح مراكزنا المجتمعية للمتضررين، واستقبلنا متضررين بمنارة الصليبي ومنارة الشيخ ظاهر. أمنا للمتضررين جميع احتياجاتهم منذ اللحظات الأولى، لحتى كانت انفتحت مراكز الإيواء، تم فتح الكثير من مراكز الإيواء حقيقة من اللحظات الأولى. وكنا بالتنسيق مع منظمات أهلية ومنظمات دولية وجهات محلية وحكومية عم نقدم كل الدعم لهي المراكز لحتى ما يكون في أي نقص بأي مادة له. نعم أستاذ سامر، يعني مثل ما ذكرنا من بداية الزلزال فعلا كنتوا أنتوا فريق الأمانة السورية للتنمية يدا بيد، قلب واحد، عم تقدموا أقصى ما بتقدروا منشان تساعدوا المتضررين من الزلزال. هذا العمل اللي أنتوا بذلتوه على أرض الواقع، هذا التكامل في الأدوار، خلينا نحكي عن أهمية الترابط بين العمل المجتمع الأهلي والجهات الرسمية. حقيقة اليوم إذا نحن بدنا هيك نعمل زوم أوت، خلينا نقول على المشهد. نعم. ضمن المحافظة، خليني أحكي، صاير كوارث، مو يعني مو على صعيد بس المحافظة، على صعيد المناطق، على صعيد الضياع. فأنت اليوم إن كان جهات حكومية ولا كان منظمات دولية ولا منظمات أهلية مجتمعية، ما فيهم بيكونوا عم بيتواجدوا بكل هاي النقاط. فاليوم لحتى أنت توصل لكل الجهات لازم تنظم الجهود، وحقيقة كانت الأمانة السورية للتنمية كتير حريصة على تنظيم الجهود بين كل المنظمات اللي عم تشتغل على الأرض وكل جهات المجتمع المحلي، ونقسم المهام ونشوف شو عنا إمكانيات لحتى نوزعها بالتساوي على جميع المتضررين بكل أنحاء المحافظة. هاي الآلية الصح، وخاصة أنه في كمية وضغط كتير كبير يعني بعدد المتضررين، فكان الشغل كبير. صحيح. طيب أستاذ سامر، خلينا نحكي عن يعني الآلية اللي ممكن فيها نحن نتم التشبيك مع الناس اللي عم تقدم مساعدات، أو الناس اللي بدها تساعد، أو الناس اللي بدها تقدم مساعدات، كيف تم التشبيك بهاي الحالة؟ هلا نحن مراكزنا منتشرة ومعروفة للجميع، صارت بالمحافظة، وكان في على صف
صفحات التواصل الاجتماعي أرقام تواصل لحتى العالم تحكي عن أي استفسارات، عن أي حالات طارئة ممكن نتدخل فيها، ونفتح حتى أرقام حسابات بنكية للتبرعات المادية والنقدية، وفتحوا حتى أرقام تواصل للتبرعات العينية. فنحن كنا متجهين لفئات، بينما إذا بتقصد بسؤالك الجهات خليني أقول الأفراد حقيقة المراكز نحن عم نكون متواجدين فيها، إن كان مراكز إيواء أو مراكزنا ضمن الشيخ ظاهر والصليبة وكان القطيلبية والفاخورة. بيجي الشخص بيفوت، يعني هذا اللي جايب معه بطانية، هذا اللي جايب معه سلة غذائية، هذا اللي جايب كتير فوق ما تتخيل. كنت عم بحكي هيك تحت الهواء مع زملائكم، انه كنا مفكرين انه الوضع المجتمعي او المسؤولية المجتمعية هيك شوي منخفضة نتيجة الحرب، ما عم نشوف حقيقة نتيجة الانهاك خلينا نسميها. لكن شيء رغم الكارثة والمناظر اللي تدمي القلوب، في كتير شغلات بتكبر القلب، تماسك هذا المجتمع، وقفة الشباب مع بعضهم. يعني والله في شباب من 8 الصبح بتكون معنا، ما بتتحرك بعض الأحيان للوحدة أو تنتين بالليل دون أي كلل أو تأفف. يعني شو بدكم، نحن جاهزين. فبالنسبة للمساعدات ما فيني بقول لك قديش موجود هذا الموضوع، ونحن حريصين أنه هاي المساعدات أو هاي التبرعات توصل لكل فرد مستحق إليه، إن كان داخل مراكز الإيواء أو خارج مراكز الإيواء. نعم، يعني بصراحة أستاذ سامر الشعب السوري هو هيك إيد واحدة دائما، قلب واحد بكل الأزمات أكيد. والمشاكل، وهيدا الشيء تجلى بشكل واضح بكارثة الزلزال، يعني بشكل حتى ملفت للانتباه. صحيح. بدنا نحكي هلا أستاذ سامر عن أنواع الدعم اللي عم تقدم الأمانة السورية للتنمية لهدول الناس المتضررين من الزلزال. هلا نحن بالشكل العام في عنا ثلاث أشياء فينا منتدخل فيهم إذا وصل هيدا المتضرر إلى مركز الإيواء. في عنا الدعم الاجتماعي، وخلينا نقول إن كان أو دعم مادي، إن كان بطانية، مخدة، حرام، سلة غذائية، هي قطاع. فينا القطاع الثاني التدخل الصحي، لأنه في عنا كتير حالات مرضية عم بتكون، يعني الطالع بلا عكازته، الطالع حمل وكرسته بالبيت وتهدم البيت، طالع وما معه أساسا مصاري منشان بعض الأدوية، بعيد الشر عن الجميع. ففي عنا كمان تدخل صحي عم بيكون بالتنسيق طبعا مع مديرية الصحة، وفي عنا تدخل قانوني، وهذا الشق بجوز ما كتير العالم ضوت عليه. تدخل قانوني، نحن اليوم البيوت تهدمت ما حدا طلع معه محفظة، ما حدا طلع معه أي وثيقة تماما. نعم. فإن كان يعني أوراق ثبوتية إلى علاقة بالمنازل، إلى علاقة بأراضي، إلى علاقة بهوية شخصية، بدفتر عائلة، بدفتر كل ما يخص الإنسان ضمن سوريا بثبوتياته، ونحن منتدخل فيها. هذا الموضوع يعني كتير كتير مهم، لأنه أكثر الناس طلعت من بيوتها أكيد ما يعني من دون أي أوراق أو من دون أي يعني بدل على هويتها أو صحيح. أو طيب أستاذ سامر، كمان الدعم النفسي نحن يعني بهاي المرحلة قديش مهم، خاصة خلينا نقول للأطفال اللي هني أكثر تضررا من هذا الموضوع. 100% اللي بدي أحكي لك يا اليوم، نحن أول مرة بجوز نتساوى جميعا. يعني الدعم النفسي هو قبل كان نقول أنه لكل الشعب لازم له دعم، بس حقيقة من شهد الزلزال لازم له دعم نفسي تمام. فبالشكل العام عم نتدخل بمراكز الإيواء لهدول اللي بحاجة دعم نفسي. في عنا فريق متخصص بالمنارات بالتوجيه النفسي والدعم النفسي، بهيك جلسات أو ورشات فردية كانت أو ورشات يعني ضمن مجموعات. حضرتك حكيت بمعرض حديثك عن الدعم الطبي للأشخاص المتضررين، خلينا يعني نوضح أكثر، نسلط الضوء أكثر على هيدا الشق من الدعم. كيف عم يكون هيدا الدعم، وهل رح يكون هناك استمرار لعملية الرعاية الصحية؟ نعم، شكرا أنك سألتي هذا السؤال. اليوم خلينا نحكي، في عنا تنسيق مع مديرية الصحة بمجال الأدوية أو بكل ما يخص الصحة خلينا نحكي. فعم بينزلوا اليوم على المراكز على شغلات إلى علاقة بالتوعية الصحية. اليوم المشكلة، إذا بدي أحكي عن شق التوعية الصحية لأنه كتير مهم، المشكلة اليوم أنا بدلك ك
كمديرية صحة على على طريقة الشفاء من مرض معين، بس مسؤولية الشفاء تقع على عاتقك أنا. أنا اليوم ما فيني أنا يعني الشفاء بيد رب العالمين أكيد، بس اللي بقصده إذا أنت ما استخدمت الدواء أو طبقت التعليمات ما رح توصل للنتيجة المرجوة. هذا الشق. الشق الثاني نحن من خلال التطوع اللي فتحيته الأمانة السورية للتنمية من أول لحظة بالزلزال حقيقة إجا لعنا كتير، ويعني فوق ما ما ما, ما, ما أذكر رقم أطباء يعني شباب عم بيدرسوا طب متبرعين سنه سادسه او كان خريج او عم بيدرس صيدلي او خريج صيدلي اجوا لعنا لحتى يتطوعوا، ما يتطوعوا بس بالمجال الطبي، باي مجال بيشوفوا انه فيهم يعني تماما. فهذول حطينا هيك وجهنا بالتنسيق مع مديريه الصحه الادويه اللي عم توصلنا ان كان من صيدليات عم تتبرع فيها او من كان شخص انا هذا الدواء ما عاد بحاجته نزلته لعندكم، هذه الادويه عملنا لها فرز واعطيناها لمديريه الصحه لحتى يتم التنسيق لتوزيعها بمراكز الايواء. الاستمراريه فيها نحن رح نعمل ونبذل الجهد، يعني ما رح ندخر جهد بالاخير لحتى توصل هي الخدمه لمستحقينا باستمراريتها اللازمه لوقت ما يرجعوا ان شاء الله الجميع الى بيوتهم ان شاء الله. طيب استاذ سامر، حضرتك عم تحكي انه عم نقدم المساعده لمراكز الايواء، خلينا شوي نكون يعني واضحين بهي النقطه لانه مهمه جدا. في كثير من المتضررين هن خارج مراكز الايواء وهن عند اقارب لهم، وحتى ممكن هن ببلد يعني بمناطق بعيده عن المدينه، كيف عم بيتم الوصول لهم او التعامل معهم بهي الحالات؟ هلا بالشكل العام اكيد الاتجاه الاسلم خليني اقول او الاريح للجميع لجميع الاطراف انه يكون هذا موجود، خاصه اذا في خطر على وجوده في منزله انه يكون في مركز ايواء. لكن في كتير عالم طلعت مثل ما تفضلت حضرتك، طلعت لعند اختها لعند اخوها لعند اهلها، عندهم بيت تاني بضيعه معينه، فطلعوا ما اتجهوا لمراكز الايواء. هون عم بيتم التواصل مع لجان للأمانة السورية للتنمية كانت تشتغل بهي المناطق، إن كان بالفترات السابقة برنامج مشروعي، إن كان لجان الحرائق اللي انوجدت بالفاخورة، إن كان الجهات الحكومية من مختار لرئيس بلدية، كل هاي الجهود عم تتضافر وتتكافل لحتى نحن نوصل لكل مستفيد موجود بقريته. نعم طبعا هي يعني الشيء اللي عم تقوم فيه فريق الأمانة السورية للتنمية هو فعلا شيء عظيم، شيء جبار، يعني عم تقوموا بعمل جبار من اجل يعني تقديم كل انواع الدعم والمساعدة لمتضرري هذا الزلزال. خلينا نحكي استاذ سامر، كيف عم يتم تقسيم الادوار بينكم انتم بالفريق؟ هلا نحن بالشكل العام اذا بدنا مثل ما حكينا باول اللقاء انه نحن اذا ما تم تضافر الجهود ما رح نوصل لنتيجة، وهذا بيؤدي إلى تقسيم أدوار. فإذا نحن أساسا بالأمانة مكان في كل هيك مجموعة مسؤولة عن شغلة معينة ما فينا نوصل لأفضل خدمة، ونحن نطمح إلى إيصال الخدمات لمستحقينها بأفضل جودة. فمثال مثلا نحن بالتنسيق مع جمعية العرين أنشأنا مطابخ ميدانية موجودة أحد المطابخ بالمدينة الرياضية، فمنقدم لها الدعم اللازم لحتى تكون قادرة تغطي المتضررين بالمحافظة بمراكز الإيواء. فنحن بالشكل العام في عنا فرق بتستلم مساعدات، في عنا فرق بتدخل مساعدات المستودع، في عنا فرق بتحمل المساعدات المستودع، في عنا فرق بمراكز الإيواء، في عنا فرق عم تنتشر بالضياع. فكل شخص موجود ضمن عمل الأمانة السورية للتنمية بيعرف دوره تماما وبيعرف شو عنده شغل بكرة وشو بدي أنجز أنا بخطة بعد بكرة. هاي الخطط الناجحة خلينا نقول. طيب أستاذ سامر، ندخل لقلب العمل، آلية التوزيع أو آلية توزيع الأشخاص على يعني ممكن في بعض الحالات تكون بحاجة أكثر لدعم طبي، ممكن بعض الحالات بحاجة أكثر لدعم مادي، كيف يتم إحصاء هاي الحالات؟ إذا أنت عم تقصد أنه نحن ضمن مراكز الإيواء في عنا عم بيكون 4 أو 5 أشخاص متواجدين على مدار اليوم،
فأي تدخل بحاجة إلى وجود أي جهة من الجهات الحكومية، إذا مثل ما حكيت حضرتك الموضوع الصحي، فورا بيتم التواصل مع مديرية الصحة، وفي حتى بالمراكز في نقاط طبية مشكورة مديرية الصحة باللاذقية عم بتحط قدام كل مركز صحي، إن كان سيارة إسعاف أو طبيب مقيم أو ممرض، للقيام بأشياء يعني مثل ما بيقولوا هيك دورية خارج المشفى. بالإضافة حتى في كان مشكورة قيادة الشرطة عم توزع شرطة، يعني شرطة على أبواب المراكز، لأنه بالتوزيعات عم بيصير في تدافع من الأشخاص الخارج المراكز اللي هنن يعني عايشين حياتهم الطبيعية ما تضرروا فينا نقول، والأشخاص اللي هنن مستحقين للتوزيعات اللي عم بتصير. فبالشكل العام كل الجهات عم تعرف شو القيمة المضافة أو المطلوب منها اللي فيها بتقدمه ضمن مراكز الإيواء، اللي هي أساسا يعني فوق 30 أو 35 مركز إيواء اليوم إذا بشلنا الجوامع على جنب. يعني الأمانة السورية للتنمية متواجدة بأكثر من 20 مركز إيواء ضمن محافظة اللاذقية. طبعا زميلي يزن سألك السؤال وأنا رح أرجع أسأله لأنه كتير مهم. يعني أنتوا هلا بالأمانة السورية للتنمية عم تقدموا كل أشكال المساعدة، سواء كانت مادية طبية أغذية طعام، كل ما يتطلب تقديمه لهؤلاء المتضررين في الزلزال. لكن بعد هيدي المرحلة، في مرحلة هي أهم بكتير كمان من هيدي المرحلة أو على الأقل بتوازيها، خلينا نحكي عنها، وهي مرحلة الدعم النفسي لكل الأشخاص. يعني عندكم خطة خصوصا الأشخاص اللي فقدوا عوائلهم، اللي فقدوا أبنائهم، اللي فقدوا أهليهم، ومنهم الأطفال، شريحة الأطفال هي الشريحة الهشة اللي هي بحاجة لكل أنواع الدعم النفسي. الأمانة السورية للتنمية عندها خطة بهذا المجال؟ لقلك شغل اليوم نحن الدعم النفسي في شقين، شق مباشر تدخل مباشر، وفي شق بدك أنت ترصد الاحتياج. فاليوم نحن إسا بالمراكز عم نرصد الاحتياج، إن كان احتياج مادي وإن كان احتياج صحي وإن كان احتياج نفسي. فوقت اللي بيكون عنا شيء أو رؤية واضحة أنه هون أنا لازم أتدخل بالقصة الفلانية وهون لازم أتدخل بالقصة الفلانية، عم بيتم الترميم فورا، لأنه نحن أساسا عندنا كوادر مختصة بهذا الموضوع ضمن مناراتنا المجتمعية اللي هي 5 منارات في محافظة اللاذقية. يعني كوادر قصد فيها أطباء مختصين بهذا المجال، أطباء إرشاد نفسي، إرشاد نفسي. أما إذا بدك تحكي أنه طبيب مع وصف دواء هذا بيكون شق آخر تماما، نحن منحاول ندعم فيه. بيكون حتى بتأت في متابعة للموضوع فيما بعد من قبلهم، هن لازم يكونوا في متابعة يعني، وخاصة بعد خروجهم من مركز الإيواء يعني، وإن شاء الله يعني قريبا هيك ما يضل حدا بمركز الإيواء إن شاء الله. طيب أستاذ سامر، كتير من الأشخاص يعني بتوصلنا اتصالات كلنا أنه كيف بدنا نتطوع، كيف بدنا نساهم، كيف بدنا نبادر، أنه أنا بشتغل بالشغلة الفلانية، ممكن أنا ساهم بموضوع مثلا نعمر، مثلا ممكن انه انا عندي خيمه بدي اتبرع فيها. ممكن هذا الموضوع كتير مهم انه ننوه عليه، انه ممكن كل حدا يتطوع بمجاله. كيف نحن نستقبل هاي الامور؟ نحن بالشكل العام آلية التطوع هي بيجي الشاب او الصبيه او الرجل او السيده لحتى يتطوعوا بالامانه، بيفوتوا على اي مركز من مراكزنا، وخليني اليوم خص بالذكر مركز منارة الشيخ ظاهر، بيطلع بيسجل اسمه وبيعطينا رقم هاتفه وبيدخل بالخطة دايركت. فوين نحن في عنا احتياج كأمانة سورية للتنمية منوجهه، وإن كان في حتى جهات أهلية أو محلية طالبة منا متطوعين كمان نحن نردفون فيهم. حقيقة لولا وجود المتطوعين اليوم في كل المنظمات اللي عم تشتغل ضمن الأراضي السورية كان في كتير 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 تقصير على الأرض. فللمتطوع الدور أو خلينا نقول هو الحامل الرئيسي لكل هالخدمات لحتى توصل بطريقتها الصحيحة. نعم، يعني دائما بيكون عندنا متطوعين بأثناء السلم، يعني لما ما بيكون في عندنا مشاكل أو كوارث، لكن فعلا هو وجود المتطوعين في حالة الكوارث هو أكثر أهمية. خلينا نحكي هيك بعض النصائح من حضرتك أستاذ سامر لا الناس المتضررين، للمجتمع بشكل عام. هلأ كنت حاضر هيك تحت الهواء بالمقابلة مع الزملاء الأستاذ نادر والمهندسة. فحقيقة اليوم من خلال خليني أحكي الساعات الأولى اللي كنا فيها على الأرض، كان في كتير قول أو جواب عند المتضررين أنه خايف، أنا بس خايف. اليوم كلنا عشنا الزلزال،
يعني صحيح. ما حدا اليوم نادرين اللي يضلوا نايمين، نادرين كثير، مع انه في عندي حالي او حالتين. اليوم انت اليوم الخوف ما بيعمل قيمه مضافه، بالعكس الخوف انك تضل موجود ببيتك، تضل موجود بمركز الايواء او عند اقربائك، مع انه في تطمينات انه بيتك جاهز آمن او امن لحتى ترجع تسكن فيه، انت عم تاخذ من درب غيرك. يعني بدل ما تكون شخص ايجابي بالمجتمع وعم بتقدم، يعني انت تقدمتك اليوم انك ترجع على بيتك لحتى هي تفسح المساعدة المجال. تفسح المجال لغيرك من مستحق لهي المساعدة لحتى ياخذ حصته من الاهتمام. فالنصيحة انه بالنهاية ما حدا حريص على يعني على حاله، كلنا حريصين على حالنا، خليني اقول الاعمار بيد الله، بس الانسان بيعمل اللي عليه. انتم باللحظات الاولى كل العالم طلعت على الشارع اوكي، لكن اليوم البيوت الامنه لازم نرجع نسكنها، والا بدها تضل كل عمرها فاضي، وهذا شيء ما فيه لا الدوله ولا المنظمات ولا المجتمع المحلي ولا الدولي بيقدم الدعم دائما للعالم بطريقة عشوائية أو مراكزية تماما. خاصة كلامك يعني 100% بأنه الفرد لازم هو يعني يقيم الأمور يعني يحاول يربط مع جهات مسؤولة أو مختصة عن هذا الموضوع ويقيم الحالة بحال هي بتخوف أو لا. كلمة هيك من قلبك للشباب وللناس اللي شفناهم عم يشتغلوا على الأرض والمتطوعين اللي فعلا ما ناموا، خلينا هيك كلمة توصف لنا إياهم وتوصل لنا حالات صارت من خلال متابعتك. حقيقة اليوم ما في الكلام هو بيعبر عن المشاعر، خلينا نقول بس حقيقة للمتطوعين ما في أي كلمة بتعبر عن شعوري أنا الشخصي وشعور المؤسسة تجاه الأشخاص اللي عم بيكونوا فاعلين على الأرض بهي الطريقة. كل يوم عم نستقبل أسماء واتصالات بالعشرات، إن كان شخص عم بيتبرع بوقته وجهده، إن كان شخص عم بيتبرع مادياً، إن كان شخص عم بيتبرع عينياً، إن كان شخص عم بيتبرع مثل ما تفضلت حضرتك، أنا عندي قدرة أني صلح أبواب متكسرة لبيوت جاهزة، أنا بدي صلح الألمنيوم، عم نتلقى اتصالات بالعشرات. صح. فحقيقة الكلام بيصغر حجم هذا، يعني هاي المشاعر اللي تعتريني خليني أقول. فكتير كتير كتير شكراً إلون، لولاهم ما تستمر يعني تستمر أي منظمة إلى الأمام بتقديم خدماتها لكل المستفيدين أو المستحقين على الأرض. قديش حلو هذا الكلام، وخاصة أنه في حالات معينة شفناها ترفع الرأس، بأنه أشخاص يعني أنا بعرف حالة من الحالات بيتهم كان متأثر وأهلهم برا البيت وهني راحوا للعمل التطوعي عم بيساعدوا، في حالات من الحالات يعني. في عنا شاب خلينا نقول موظف يعني عنده حالتين وفيات من الدرجة الأولى بالزلزال وهو موجود على الأرض. صحيح. يعني دائما السوري قادر على العطاء في كل الحالات. 100% المسؤولية المجتمعية حقيقة اليوم بهذا الظرف اللي نحن فيه الله لا يعيده بأعلى مستويات. نعم، حتى أنا بعرف في أشخاص كتير يعني من مونة بيتهم أخذوا يعطوا للأشخاص اللي هني محتاجين وبدهم من المونة، حتى من ملابس أولادهم ومن ملابسهم الخاصة فعلا قدموا لهدول الأشخاص. حالات بالعشرات يعني، بدي أحكي لك شغلة هيك لو أخذت وقت زائد. اليوم في كتير عالم بيلفوا صندويش بالبيت. صحيح. أوكي، بيلفوا صندويش بالبيت زيت وزعتر ولبنة وبيجيبون على المراكز مشان نوزعهم. صح. إذا ما وزعناهم بوجودهم نوزعهم بس راحوا. هاي الحالات الفردية، هذا اللي جايب قطرة ميز زيتون، هذا اللي جايب قطرة ميز مكدوس، اللي بدك يا مخلل بدك يا كله، العالم ما عنده شيء حاسة انه هي زايد عليها وإلا عم تبرع. هذا الكلام اللي بينكتب بالتاريخ بأنه فاقد الشيء يعطيه على فكرة، وكثير شاهدنا هذا الموضوع بهي المرحلة، بيعطيه بحب. صحيح. بيعطيه بلهفة. صحيح. وكثير يعني عن جد هذا التطوع وهذا الأسلوب اللي تبعه الشباب بهي المرحلة رائع ويدرس. أكيد. فبدنا نشكر كل الشباب، بدي أتشكرك كثير أستاذ سامر الخطيب، كنت معنا اليوم من منارة اللاذقية بشباب منارة. نعم. شباب بالأمان السورية، منارة شباب الأمانة السورية. نعم، يعطيك ألف عافية أستاذ سامر، نورتنا. شكرا جزيلا، وصل الأيام الجاية بتكون جميلة والسلام للجميع يا رب. آمين. شاء الله. رب العالمين. شكرا. نعم. جزيلا.